أعتقد أن نتنياهو تحديدا حاول استثمار 7 أكتوبر وما بعده من أجل تنفيذ مخطط التهجير، ويعني ما نراه في شمال قطاع غزة من دمار واسع يعكس هذه الرغبة. حاول ضغط السكان الفلسطينيين أو الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة من أجل دفعهم باتجاه مصر. ما فرمل هذه الخطة وهذه الرؤية في قطاع غزة، أولا الفشل العملياتي والميداني والمقاومة الواسعة، عدم يعني نزوح أعداد كبيرة كما كان يتوقع الاحتلال من شمال قطاع غزة إلى جنوب، ونتحدث عن 800 ألف ما زالوا في الشمال، وأيضا الموقف الإقليمي والدولي الرافض لهذه الخطوة، وبالتالي تم فرملتها في قطاع غزة. بالضفة الغربية الوضع أكثر تعقيد، الأردن أيضا موقفها كان حاد بهذا الاتجاه، الموقف الدولي والإقليمي من قبل الدول العربية، من قبل الفواعل الدوليين الرئيسيين أيضا كان حاد. ولكن ما يحدث على الأرض بالضفة الغربية، أننا نتحدث عن شبه دولة للمستوطنين، نتحدث عن 700 ألف مستوطن، عشرات الجمعيات الاستيطانية، وعلاقة شبه لا مركزية مع النظام السياسي الإسرائيلي. المستوطنون يديرون نظامهم بأنفسهم، ولديهم حضور قوي في جيش الاحتلال، ويعني يقومون بعمليات واسعة من أجل الاستيلاء، استثمار هذه اللحظة، الاستيلاء على الأرض، توسيع المشروع الاستيطاني وما إلى ذلك. هذا على الجانب الميداني، وبالتالي الخطر في الضفة الغربية قائم حتى اللحظة، ليس من موضوع التهجير بل بموضوع يعني تفاقم هذه الجريمة المفتوحة المتصلة بالاستيطان وما ينتج عنه من قتل ويعني استيلاء على الأراضي وما إلى ذلك. على المستوى الإقليمي أخشى أن ما حدث هو فرملة للتطبيع الإقليمي والمقاربة الاقتصادية الاجتماعية المتصلة بالقضية الفلسطينية، والحديث عن شرق أوسط ينعم برخاء وتكامل فيه إسرائيل لاعب رئيسي وفاعل وطبيعي. فرملت هذا الموضوع مؤقتا، بمعنى أن هدوء وصمت المدافع سيعيد إحياء هذا المشروع، لأنه لا يوجد مشروع بديل، هذا من جهة، ولا يوجد ربط حقيقي. نحن نعاني من أزمة، لا يوجد لدينا نظام عربي صحي، النظام العربي الإقليمي هو يعاني أزمة بنيوية، وهذه الأزمة تنعكس على القضية الفلسطينية بشكل أساسي، بمعنى الرؤية العربية الشاملة والجامعة المتصلة بالقضية الفلسطينية رؤية لم تغادر موقعها في ظل هذه الأزمة. يتحدث عن المبادرة العربية والسلام وما إلى ذلك دون الخروج بمقاربات جديدة. لا يتم الحديث عن استخدام أدوات جديدة، لا يتم الحديث عن أدوات ضغط حالية واستثمار الأوراق المتاحة، ولا يتم الحديث أيضا عن مستقبل العلاقة العربية الإسرائيلية. يتم تأجيل هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أن ما يحدث فرملة في ظل عدم وجود رؤية فلسطينية جامعة، قرار سياسي واستراتيجية فلسطينية جامعة، ونظام إقليمي عربي فاعل. نحن لن نذهب بعيدا بإيقاف مشروع التطبيع الإقليمي الشامل على حساب القضية الفلسطينية.